السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 46. چلیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. من الذین ہادوا من الذين هادوا يحرفون الكلمة أم مواضعه ويقولون سمعنا وأصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا من الذين هادوا يحرفون الكلم أم مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا لين بألسنتهم وطعنا في الدين لين بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانصرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لأنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ولكن لأنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا من الذين هادوا يحرفون الكلم أم مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا لين بألسنتهم وطعنا في الدين لين بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لأنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ولكن لأنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے اس پہ عمل کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.